منذ وقت لم تكن الدبلوماسية الجزائرية حاضرة في العالم العربي بهذا الزخم، فاحتضان القمة العربية كان فرصة للجزائر لتوطيد علاقاتها أكثر مع الأشقاء، لا سيما بفضل السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية ومسعاها الرامي لتوحيد الأمة العربية. خرجات الرئيس لمختلف العواصم العربية يظهر مدى اهتمام الجزائر ببعث علاقاتها مع العمق العربي والإسلامي، ويبين أيضا مسعى الجزائر في استعادة اللحمة العربية في ظروف استثنائية يمر بها العالم. احنا علاقاتنا أولا متوسطية، مغاربية، عربية، الدول المسلمة الإسلامية كل عندنا علاقة طيبة معها. احنا ما إلا اللي حبي عادينا، احنا ما نعاديو حتى واحد. دول عربية تنظر إلى الجزائر كدولة مصدرة لقيم السلم والمصالحة والاستقرار، وما الترحيب العربي الواسع بالدعوات التي وجهها رئيس الجمهورية إلى القادة العرب لحضور القمة إلا دليل على الثقة الكبيرة في قدرة القيادة الجزائرية على حلحلة الخلافات ومكانة الجزائر على المستوى العربي. الجزائر حملت على عاتقها تسوية الكثير من الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية، فعملت على المساهمة في تسويتها لا سيما في ليبيا واليمن وسوريا، علاوة على دورها الثابت لنصرة القضية الفلسطينية العادلة. نطمح احنا كذلك أن نقوي الصفوف الفلسطينية بالوحدة الفلسطينية. الجزائر لطالما عملت على تقوية الوحدة العربية، ولازالت تسعى لأن تكون الدول العربية أكثر تماسكا، وما الشعار الذي أطلقه رئيس الجمهورية للقمة العربية القادمة بأن تكون قمة جامعة موحدة للصف العربي إلا دليل على المبدأ النبيل الذي تدافع عنه بلادنا لتكون البيت الجامع لكل العرب.